شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك عباسي تأخرت كثير، وينك لهلا؟ أنا قلت لك إني اليوم إجازة بدي أنزل على الشام. لك يا عيني، مو بدك تقبض معاشك؟ لكن شلون؟ هات قبضنا. طيب. وهي راتبك 35,000 جهزت لك إني. عباسي وين حق الطلبية اللي وديتها؟ 37,500. ليش الفاتورة بقياني معك؟
هاي 35,000 بقالك معي 2500 تقطعن مني من معاشي الشهر الجاي، معلش؟ اي طبعا معلش. عباسي وين حق الطلبيه اللي وديتها؟ شوف فاتح الله يرضى عليك، انا ما عندي قدره احكي ولا كلمه طاول طاول. انا نزل على الشام. معك وصلت تنزل على الشام؟ عباسي عباسي وين رحت؟ هيدا أنا أستاذ، أنا بدي أمشي، بدك شي؟ لا روحي، ما بدي شي، بس اتصلوا فيك من شركة ال بعدين هلا مشغول شوي. مع السلامة. مشغول شوي هلا؟ له يا ابني له. معقول يصير جود ابني فلزة كبدي؟ مرحبا جوب. لك اهلين، اهلين بالكبير اللي مع بصغر. معلي معلي ما بده بوسخه. بيت سلامة. ما بدك توسخ؟ ليش في اوسخ من العيش اللي عايشه انا هون؟ لك ضليت ساعتين امشي لحتى وصلت لعندك. بركي بركي، انت نقطة الكلور تبعي بلد، بركي. الله عليك يا جوب. شو جاي عبالك تشربي؟ لا لا ما بدي شيء، ما بدي شيء. ما بصير، ما بجوز، شو هالحكي؟ لك يا جوب، انا جاي لعندك على السرية لأنه بدي اروح على الشام. بقلت بدي امر لعندك شوي هيك في موضوع ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني شو قول؟ يعني اذا في معك 5,000 بديني اياها. ابو ها؟ هاي 10,000. لا 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 5,000 بس. خلي معك بلكي لزبك. خلي لك يا اقوب، الله يرضى عليك، قلت لك بيلزمني 5,000. 1 2 3 4 5 وبس ارجع من الشام بوفيك يا هون. لعيونك. يا الله بالإذن. الله معك. يا الله يا كريم يا رب. توكلنا على الله. الله يقضي حاجاتنا يا رب يا رب. الله يهون. مرحبا يا اختي. اهلين وسهلين خاي. الداعي لعبد الفقير لله خلدون اللت صاحب هالبنايه والشقه اللي انتم ساكنين فيها. اهلين وسهلين خاي، ميت السلامه. الاخ وفا موجود؟ لا والله مو هون، هو بحلب بس نازل على الشام، بيكون هلا على الطريق. إيه ان شاء الله يا رب. شو بدي اقول لك اختي، هو انا رقمي عنده، خليه يحكي معي. طيب انا بقدر اخدمك بشي؟ اختي انا ناوي اكسي هالبنايه وبدي بلش بهي الشقه، بقى اذا سمحتوا بدكم تفضوا لي اياها.
يا اختي لا يكلك فكر، انا ما راح افرط فيكم ابدا، راح اسكنكم فوق. شلون بدك تسكننا فوق لخاي؟ اللي فوقنا جيراننا بيت ابو المجد. ايه فوق هون فوق هون. فوق فوق بيت ابو المجد اسطوح خاي. ايه اسطوح اختي اسطوح. بتسكنوا فيه، بتنزلي على السروجيه انت والاخ وفاء، وبتشتروا شادر اربعه وصوفه مع منافع، وبتركبوه على الاسطوح. من ناحيه الشادر ما بخلي حدا يهدلكم اياه ابدا ابدا. ايوه والله اللي بيسمعه بيقول مسكننا بالبيت ببلاش. شو عم تقولي يا اختي؟ انا سمعي على قدي الله يرضى عليكي. لا لا ما عم بقول شي خاي، ما عم بقول شي خاي، تكرم عينك، بس يجي وفاء بخليه يخبرك ويحكي معك. ايه؟ تكرم الله يكرمك، تصبحوا على خير. وانت يا الله يا كريم يا رب يا رب يا مسهل يا ملين يا رب يا كريم يا كريم يا كريم يا الله. مرحبا معلم. اهلا وسهلا، تفضل. حضرتكم بتأجروا التكاسي؟ ايه تفضل. معلم بدي شغلة منك، يعني فيك تعتبرها إنسانية وبدي تساعدني فيها، خرج لما خرج. أهلين باسم. إيش في؟ ما عم بسمعك، عم بيقطع الصوت. صح، ايش بده صاحب البيت؟ شو فضيله اياه؟ ليش؟ الو ماشي الحال، انا هلا رجعان من حلب، بشوفه وبتفاهم معه ما في مشكله. الو اي 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 مع السلامه مع السلامه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام يا مدام. الله يسلمك. شوف يا انور، انت صار لك مدري كم ساعة عم تفهمني شلون بدي دير المحل، يعني كيف لازم انا اكون مدير. وكمان حكيت لي عن سبب خلافك مع المدعوة فرح عز الدين، وأنا سمعتك للآخر، ما بدي منك هلا أنت تسمعني. أنا بدي أقول لك كلمتين هن متشابكتين، وفعلا هن متشابكتين. ها نادر. حاضر أستاذ. شوف هذا الزبون، إذا بده طلب خارجي أمن له إياه، إذا بده يقعد قل له سكر. نادر أستاذ. أيوة. شوف هذا الزبون، إذا بده طلب خارجي أمن له يا عم، إذا بده يفوت يقعد بالمطعم اعتذر منه إلا سكرنا فورا أستاذ. تمام. لا مدير ما أشبك شيء. قوم يا أنوار عبي لي هالكاسة مرة تانية، لأنه مشان أحكي لك هالكلمتين متشابكتين. يا أنا لازم أروح على البيت، وأنت لازم تسكر المطعم وهي المفاتيح. عود عود قصدي قوم عبي لي هالكاسة مرة تانية، بدي احكي لك الكلمتين شابكتين. يلا روح. وهي وصلنا على الشام مدام، ان شاء الله الحمد لله على السلامه. الله يسلمك.
أكيد صار لك زمان ما جيتي على الشام، مو؟ والله السنة الماضية كنا هون. أكيد مشتاقتي لها لكان. طبعاً، في حدا بيعرف الشام ما بشتاق لها؟ بس لهجتك كأنه حلبية؟ إيه أنا حلبية. يا مين السلامة والله. الله يسلمك. وقديش صار لك بأمستردام؟ عفواً، بس كيف عرفت إنه كنا بأمستردام؟ لا يا مدام، أنا شوفير صار لي سنين بالمطار، يعني أنا بعرف كل طيارة وين رايحة وشلون جاية. أوكي. وجوزك وينه؟ عفواً، بس نحن مطولين لنوصل على الأوتيل؟ والله هي على حسب. ما فهمت عليك. والله على حسب امتى ناوي تجاوبيني. اجاوبك على ايش؟ ليش وقفت السيارة؟ ماني متحرك من هون. جاوبيني باسم، ابوه انا سالي وينه؟ باسم؟ ايه باسم، الحمد لله على السلامة والله. لك شو بك يا ابو مازن؟ صرت مدخن باكيت من وقت اجيت، شو صاير معك؟ احكي لي. ما في شيء ما في شيء، لا تشغل بالك انت. طيب سؤال، انت انسان ولا كركدن؟ استغفر الله على هالليله. عم بسألك جاوبني، انت كركدن ولا بني ادم؟ بني ادم. حلو، معناته لازم تجاوبني على هذا السؤال اللي بدي اسالك اياه هلا بعد شوي. تفضل. البني ادم كم مره بيعيش؟ مره واحده. خطا، جواب خاطئ. البني ادم بيعيش كل يوم بس بيموت مره واحده، مو بالعكس. يا هشام يا جوز خالتي، انا تعبان، لازم روح على البيت هلا نام، وفي بكره الصبح لحتى ادور على شغل، فتصبح على خير، عتقني ان شاء الله. عد 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 وفهم، فعلا انك كركدن بس مفكر حالك بني ادم. اسمع، يا أنور، أنا رح أحكيك الكلمتين هدول وبدي إياك تعلقهم جرس برقبتك. ليك، ما حدا رح يموت عنك، فما تخلي حدا يعلمك كيف تعيش. ما حدا رح يموت عنك، فما تخلي حدا يعلمك كيف تعيش. هاي فهمناها، وبعدين؟ يا سلام، طالما أنك فهمتها، تعمل حالك هلأ وبتروح لعند هاي البنت اللي بتحبها، بتروح لعند أهلها وبتطلبها رسمي، جوزها يا أخي، جوزها وعيشوا تحت أي جسر، ما مهم المكان، أساساً الجسر توالته منه فيه. لك يا حبيبي يا مهبول، أنت فيك تتجوزها للمخلوقة من دون ما تقلها لفرح، هيك بتضلك كسبان وظيفتك وبنفس الوقت بتتجوز وما أحلاك. بعدين وينك؟ هلا وقت تحبل، مو انت اللي حتحبل، مرتك. يعني ما رح يبين عليك الموضوع فرح، ما رح تعرف انك تجوزت حتى لو صار عندك ولد. بقوم يا أنوار وروح عيش حياتك، عيش سعادتك. وإذا بدك تقلي إنه ما راح أتجوز لحتى أمن حالي وتخلص الحرب، بتكون فعلاً واحد كركدن، لأنه الحياة عايشينها، هاي الحرب عايشينها،
أمينة ما بينا، قصدي شنا ما بينا. هاي الحرب فرضت علينا فرض، نحن لازم نعيشها، والحياة أقوى من الموت. انتبه، نحن مع مين لازم نكون؟ مع القوي. بقالي أنا غلط ولا أنا صحان؟ أنا صح ولا غلطان؟ تعرف قدي صلي أنا بعرفك، هي أول مرة بحياتك بتحكي صح. لك أنا قوم قوم، روح لعند حبيبتك ولبسها خاتم. شو ما كان الخاتم، إن شاء الله حتى يكون تنك وعيش أنت وياها، لأنه الخاتم بمعناه مو بمعدنه. يلا قوم قوم ولعب قوم. كاسك يا كبير. صحة. نادر تعب بيد الكاس، شربوا كله الكركدن. أنا رح أنزل هلا وأسلم على بنتي وألفها، لأنه محروق قلبي عليها. وبعدين بنحكي ماشي؟ عندي بابا، عندي يا روحي. يا ماما وين تركتها؟ يا قلبي ماما هلأ بتلحقنا. عفو دخيل قلبك. أنا عفو، شلونك؟ الحمد لله نحن مناح، بس سأل عنك. مين سأل عني؟ ابنك إليلو. حبيب قلبي إليلو واصل على فيلة فرح مشان أعطيه مفتاح المطعم ورجعن له فوراً. أنا لكن وي بوسي. ها تعرف صار من الصبح لهلا متحرك سبع حركات. سبع حركات؟ معناته بعين له حركتين ليوصل الحركة التاسعة تبع بيتهوفن. بايخة؟ ايه بايخة. يا خاطرك جود. مام جود صار لك ساعة حابس حالك، ما بدك تاكل؟ أبوك هون وبدنا نتعشى. جود ماما إذا ما بدك تنزل رح طالع لك الأكل لفوق. ما بدي آكل ولا رح آكل، وما بحياتي رح أطلع من الغرفة. منيح هيك؟ أوكي
الله لا يوفقني شو عملت بحالي. الله لا يوفقك يا كامل على عملي. لك شو بك صار لك ساعتين قاعد عم تلوم حالك ووشك اصفر مثل الليمونه؟ لك شو صاير معك؟ اليوم انا وبالمطار اجى لعندي اثنين شباب. ايه بدهم سياره. مرحبا معلم. اهلا وسهلا تفضل. حضرتكم بتأجروا التكاسي؟ ايه تفضل. معلم بدي شغله منك، يعني فيك تعتبرها انسانيه وبدي تساعدني فيها، خرج لما خرج. والله اذا بقدر ساعدك فليش لا؟ تفضل. طيب يا سير. هلا هو. مرحبا. اهلا وسهلا. هذا مرته وبنته هلا جايين من السفر. إيه ان شاء الله بالسلامه. الله يسلمك. هن جايين من هولندا ومفكرينه انه هو برا البلد، وصار له تقريبا شي سنه مو شايف بنته. سنه وشهرين. ايه يعني شايف شلون سنه وشهرين مو شايف بنته. بقى يعني نحن حابين نعمل له مفاجاه لبنته، انه بنته بس تطلع بالسياره تلاقي ابوها هو اللي عم يسوق. خطي بنت صغيره يعني، بقى زكاتك دخيل عينك، معلش بس يوصلوا مرته وبنته من باب المطار، ياخذ سياره من سياراتكم ويطلع يطلعون فيها يوصلون على الشام وبرجع لك السياره فورا. شلون هي؟ بدك يعني اعطيه سياره ياخذ مرته وبنته من المطار؟ يا ابن الحلال اعتبر القصه انسانيه، بعدين الزلمه مستعد يدفع لك 1000 دولار وانا بقيان هون. لا 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 ما بقدر اعطيه سياره، ثانيا شو ضمني انه هدول مرته وبنته؟ هي دفتر العائله. ها هي دفتر العائله؟ شوفوا شوفوا فحصوا. هاي أنا، وهي هويتي كمان إذا بدك تقارن فيها، متركها معك. عفواً أستاذ، بس الهوية لأنه ما بقدر بتركها مشان الحواجز، بس هاد تركه معك الدفتر، ويعني أنت حقك تشوف الموضوع النظامي. لك هاي 1000 دولار خليها معك، وهي اعتبرها هيك يعني تمن فرحة بنتي ومرتي فيني، ومشان تصدق أكثر كمان. معلم شوف، هي مدامتي وهي بنتي بهولندا، وهلا بتشوفهم على الحقيقة، وهي بنتي قدام النهر، وهي هون كنا عم ناكل، وهي ونحن بالجنينة. المهم يعني انت ايش بدك؟ انا جاهز. ويا معلم يعني هيك انت بتكون كسبت حقك وفرحت ولادك بهالقرشين، وانا بكون كمان هيك فرحت بنتي اللي صار لي اكثر من سنه ماني شايفها. يعني وحياه الله اشتقت لها انا. ايه وطلعوا من المطار وشفتهم نفسهم مرته وبنته اللي ورجاني اياهم بالصور، وكنا واقفين انا وفخري عم نتفرج عليهم من بعيد، وركبوا معه بالسياره. ايه ركبوا معه بالسياره، وهذا رفيقه تم واقف معي ربع ساعة على أساس لبين ما يرجع هداك، وما كان يرجع، قام تم واقف معي نص ساعة كمان. إيه كأنه طول صاحبك. يا خيو عيلة ومشتاقين لبعضهم، يعني سنة وشهرين مدة مو قليلة، بعدين شايف هاد عنده بدل السيارة 3. سيدي الله يرزقه ويرزقنا. الله يسلمك يا رب. لك صحيح أبو إيش بلا زغرة أنت؟ أنا أبو مازن. والله على راسي. تسلم. والله والنام والنام. تسلم. مازن بدي اياك بالمكتب جوا. ايه يلا انا دقيقتين وبرجع. خذ راحتك. اخ ليش هيك طولت؟ ليش قافل خطك؟ التفت عليه لا لقيته ولا لقيت السيارة، اتصلت فيه خطه مسكر، هلا الاثنين خطوطه مسكرة. يعني أنت معك أرقامهم ومعك دفتر عيلته للأب ومعك 1000 دولار؟ إيه.
ايه خلص هلا بعد شوي بدقوا لك بيقولوا لك تعا خد سيارتك، لانه مو معقول الحرامي قبل ما يسرق لك سيارتك يعطيك وثيقه رسميه اللي هي دفتر عيلته ويسرق سيارتك، لانه ما في اسهل منها تروح تشتكي عليه. بس صار له 3 ساعات غايب. المهم هلا وين الالف دولار؟ معي. كلي يا بابا، كلي يا روح، كلي. ما بدك تاكلي؟ طيب احزري يا روحي هلا وين بدي اخذك؟ هلا انا بدي اخذك عن جدك وستك وعماتك. بتتذكري بابا جده وفى؟ ما بتذكري. طيب بتتذكري تيتا ساميه؟ كمان ما بتتذكري. طيب عمتك ديما؟ طب رزان؟ طيب حبيبي ما بتذكري شلون كنت هيك قرقر كينك دق البيبو ولا بابو الله مخلي شبابو. يا روحي مانك متذكر شيء، والله حقك، والله حقك يا روحي. اشتقت لك انا يا فاره. يا من عني شاني أبر الأناني، يا من عني شاني نعني شاني. ديما ديما شو؟ إذا بابا قال لي له إني جوا نايمة. طيب ماشي يلا فوتي. مرحبا عمو. أهلين. الوالد موجود؟ لا والله ما موجود. خير عمو، يمكن أنت ما بتعرفيني، أنا خلدون اللت صاحب البناية والشقة اللي أنتوا ساكنين فيها. أهلا وسهلا. يعني ممكن تنادي لي لحدا أحكي معه؟ الوالدة موجودة؟ الوالدة؟ إيه لحظة بس رح شوف لك إياها. عمو عمو بدي أقول لك، أنا عندي شباب هيك مثل الورود مثل حضرتك. قد إيه عمرك عمو؟ قد إيه عمرك؟ رح بنادي لك الوالدة. شو بك عاصم؟ شو في؟ ما في شيء. شو بدي ضل بغرفته؟ ايه قال ما بده يتعشى. شوفي احكي لي قصد دانا شاغلتك ما؟ شو قصدك؟ اتركها علي لهالحقيرة. أنا ما بفهم عليكي. قصة الصور والفيديوهات اللي ماسكتن عليك وعم تهددك فيهم، شايف الناس الجوعانة كيف تتصرف؟ يعني شو فيها؟ إذا رجال بعمرك مرق بنزوة تخرب الدنيا؟ منعلق مشنقته؟ عاصم حبيبي لا تطلع فيي هيك، أنت بني آدم والبني آدم مو معصوم عن الخطأ. يا سيدي ورجال بعمرك مرق بنزوة مع سكرتيرة ابنه بتقوم الحقيرة تبتزك مشان تتجوزها؟ خرب بيتها مأواها. وأنت شلون عرفتي قصدك الصور والفيديوهات؟ ما هي الظاهر لما انطلبت منك انك تتزوجها وانت رفضت قامت جابت كل الفيديوهات والصور جابتهم لعندي فرجتني اياهم. صحيح نسيت اسالك عاصم، وين مصورتك هالكهينه؟ تعرف لانه انا شفت الفيديوهات كلها ومبين الغرفه اللي عم تجتمعوا فيها هي دائما بتلتقوا فيها. يعني صحيح مبين الغرفه بس انتم مو لابسين نفس الثياب. وين هي الغرفة؟ يعني بيت استراحة صغيرة عندي. استراحة صغيرة عندك؟ شلون يعني؟
استأجرها ولا شاريها؟ لا شاريها. شاريها؟ من إمتى؟ صار لها فترة. صار لها فترة وما بتخبرني؟ ليش؟ خايف إني أحسدك عليها؟ ولا خايف إني أطلب منك تسجلها بإسمي؟ أوكي، ليش ما منروح كلنا عليها؟ فيها مسبح؟ لا ما فيها، بيت صغير. بيت صغير وما خبرتني عليه؟ شوف عاصم، من بكرة بدي روح أنا وياك وجود ونتعرف عليه. حاضر. وهاي البرغشة اتركها علي، أنا بعرف كيف اتعامل منيح مع هدول الناس الجوعانين. آسفة كتير حبيبي، جوعتك ما؟ كول كول. يعني الأستاذ وفا لسه ما أجا من حلب؟ ما أجا؟ لا لسه ما وصل، بس هلا بيوصل إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. تفضل تفضل، استنى جوا خاي. تفضل. يعني ما في أحراج أختي؟ لا ما في أحراج، أنا مع بناتي وحفيدي. يا كريم. يلا يلا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا أهل يا أختي. تفضل. عندك استمودياتك، شكراً كتر خيرك. ارتاح تفضل. يا رب. لا تواخذنا، ما في شيء من قيمتك يعني. ولو يا مدام الحال من بعض وما بقول إلا الله يعينكم يا رب. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. برافو ماما. دمدوم؟ مين هادي اللي إجا هلا؟ هذا صاحب البيت. إيش بده؟ بده يانا ننتقل لفوق. شلون يعني بدنا ننتقل لفوق وعالم ساكنين فوقنا؟ بدنا ننتقل على الأسطوح. إشو؟ قال بحط خيام وما بعرف إشو من أمانيكم، ما بعرف. يلا ما. مين هذا اللي بدق لي هلا؟ ألو؟ دمدم انت عمري، شلونك؟ باسم؟ لك ايه وليك بسوم؟ باسم انت متذكرني؟ عم تهب لي متذكرك انت صمصومة الروح ولا؟ لا بس يعني المهم وينك انت هلا؟ دمدومة انا بالشام وجايب لك معي احلى هدية على البيت. ايه بس لك ايه بس ما لك يعني ما تقلي لأمك على شيء ولا تقلي لها انه انا جاي. لا خلص هلا بقلك يلا طلعي تبعتي لي عنوان البيت برسالة لانه انا لسه عم بضيع بالمناطق. ماشي يا روحي، ماشي يا باي. الله معك. رزي باسم متذكرني؟ هو هلا هون بالشام جاي بعد شوي. دي انا رايحه اخبر ماما. لا 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 انا هو عامله مفاجاه، بس المهم انه تذكرني. ما وقال الدكتور انه رح ترجع له ذاكرته شوي شوي. عن جد انا كثير مبسوطه. هاد باسم؟ لا ما حلو هلا سكر. طب ليكي ديما شوفي مين وخبريني اذا ابوكي. طيب مساء الخير. مساء النور. اهلين. اكيد حضرتك والدتها للست ديما انور. مساء الخير. باسم خطف لسالي.
طلع لي بالمطار وخطفها. شلون هيك؟ لك كان عندنا بحلب. Just waking up in the morning, got the thing. I don't know, but today seems kind of ما قدرت اشيلها لبكره. ايش هي؟ انا جاي اطلب ايدك. يعني مبعوث لدى امك لعندك منشان تاكل اكله. والولد بعمر ابنك وائل اذا وعى من الشباك بتعرفي ايش بيصير فيه؟ لك يا روح ستك انت يا عمر ستك، لك اشتقت لك لكتاياتي بوزي. يعني بده يحرمني من بنتي بحرمه من ابنه.